بص بقى، كل فنجان قهوة بياخد معلقة كبيرة من القهوة التركي. خلاص انا هنا هعمل اتنين، فهستخدم معلقتين كبار مليانين اهو بالشكل اللي انت شايفه قدامك كده كده. خلاص بعد كده بقى الفنجان اللي انا هشرب فيه هعير فيه ميه او لبن. اهو برضو بالشكل ده كده. الحليب بتاعنا او اللبن بارد، ما يكونش سخن. السكر بتاعنا بقى بيبقى حسب الرغبه، يعني زي ما انت عايزه. يعني انا لكل فنجان هحط معلقتين صغيرين، يعني معلقه كبيره بمعنى اصح. ونقلب بقى الكلام ده. قلبتها وبقت بالشكل ده كده. يلا على النار، وعلى نار هاديه زي دي هنضيف القهوه بتاعتنا. بس تقلبتين كده، ونرفع ايدينا بقى ونسيبها لحد ما تستوي براحتها خالص على النار الهاديه دي. بس بالشكل ده كده، ما عدتش بقى مد ايدي عليها لحد ما تستوي. امتى بقى اعرف ان هي استوت؟ وانا كمان عايزاها يكون لها وش حلو، هوريكم دلوقتي. مجرد ان هي تبتدي تقلب كده هترفعيها بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده كده، ما تخليهاش تقلب على النار. خلاص لو انت بتحبها بوش، لو انت مش بتحبها بوش ويعني عايزاها تكون ملهاش وش كده، طبقه وش كبيره، هتنزليها كده وتطلعيها كده، وتقوم مطلعاها تنزليها كده وتطلعيها لحد ما تقلب كذا مره كده على النار. خلاص تعالوا بقى مع بعض نصبها في الفناجين. شايفين قد ايه جميله ازاي؟ جميله جدا. لو انتوا بقى عايزين كل فنجان يكون فيه وش زي التاني، هتعملي زي ما انا بعمل كده، هتصبي شويه هنا كده، ترجعي تصبي شويه هنا، وهكذا اهو، ترجعي تصبي هنا كده شويه. لو هتعملي بقى ثلاث فناجين مثلا، هتعملي كده برضه، هتقسمي تعملي هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه، وهكذا لحد ما تصبي توزعي القهوة عليهم كلهم، الوش ينزل على الفناجين كلها. علشان بقى تقدموها نفس تقديم المطاعم بالظبط، معايا هنا ملح، معلقة ملح هتحطيها في طرف الطبق بالشكل ده كده، ماشي؟ حطي هنا كمان معلقة ملح في الطرف ده كده. وعندي هنا الأسيتون بتاع الضوافر هترشي تحت هنا عشان بس ما يجيش على القهوة، لحد ما تغرقي الملح كده. بصوا انا هشيل القهوه عشان بس ايه، يعني ما يبقاش فيها اي ريحه. حطينا كده الاسيتون، هتولعي بقى كده بالولاعه بالشكل ده كده، شايفين؟ وتتقدم بقى بالطريقه دي، وتفضل سخنه من اول شفطه لاخر شفطه.